السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا اصدقائي النهاردة ان شاء الله هنشتغل منهج كونكت بلس الصف الاول ابتدائي هنشتغل ان شاء الله من كتاب الباهر تابعوني يونت 8 of to work part 5 lesson 11, 12 and 13 يونت 8 بيتكلم of to work of to work الى العمل of to work الى العمل نشوف الكلمات معنا كمبيوتر 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 بمعنى جهاز كمبيوتر سيوينج ماشين سيوينج ماشين سيوينج ماشين ماكينة خياطة ستوف ستوف بوتاجاز فريدج فريدج تلاجة الفوكابلري فاكتوري مصنع فاكتوري مصنع يوز يستخدم يوز يستخدم stove بوتجاز stove بوتجاز هيت أب يسخن هيت أب يسخن فود طعام فود طعام فود طعام كيب يحفظ كيب يحفظ تكنولوجي تكنولوجيا تكنولوجي تكنولوجيا تكنولوجي سيوينغ ماشين سيوينغ ماشين سيوينغ ماشين ماكينة خياطة سيمسترس 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 خياطة كمبيوتر كمبيوتر حاسب آلي باي باي بمعنى يشتري باي يشتري تراكتور تراكتور جز... جرار تراكتور جرار توين توأم توين توأم فريج ثلاجة فريج ثلاجة كولد بارد كولد بارد نيويورك 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 اونلاين اونلاين على الانترنت ريستورانت ريستورانت مطعم the usa الولايات المتحده usa الولايات المت study study يدرس study يدرس students students طلاب different مختلف different مختلف places places اماكن places اماكن share كرسي chair كرسي سي اتش هنا يتنطق ته تش تش سي اتش تشير كرسي تيبل من ضدة تيبل من ضدة وود خشب وود خشب كايرو القاهرة كايرو القاهرة study the following table هنا ذا set name اسم الجهاز هنا used to يستخدم في ايه هنا الغرض منه ايه هنا عندنا اول جهاز معانا ذا كمبيوتر الكمبيوتر He is used to ايه بنستخدم الكمبيوتر في ايه is used to write on بنكتب عليه the computer is used to write on طب the sewing machine ماكينة الخياطة بنستخدمها في ايه is used to make clothes بنعمل بيها الهدوم الملابس the sewing machine is used to make clothes the stove is used البوتاجاز بنستخدمه is used to heat up food نسخن عليه الأكل is used to heat up food the fridge is used to keep food cold the fridge التلاجة is used to keep food cold تحفظ الأكل إيه بارد يبقى عندنا الجمل دي هتتحفظ إن شاء الله الكمبيوتر بنستخدمه في ايه رايت اون نكتب عليه Sewing ماشين ماكينه الخياطه بنستخدمها في ايه از يوزد تو تستخدم ليه ميك كلوز صناعه الهدوم ذا ستوف البوتاجاز از يوزد البوتاجاز طبعا حراره سخونه هيت اب فود نسخن عليه الاكل طب التلاجة برودة ذا fridge از يوزد تو كيب فود كلوز سوري كيب فود كولد سوري هنا معانا قطعة reading بتقول موجودة في كتاب المدرسة My name is رامي اسمي رامي I am a chef أنا شيف I work in a kitchen أنا بعمل في المطبخ I use the stove to heat up food بستخدم البوتاجاز لتسخين الأكل I use the fridge to keep food cold وبستخدم التلاجة لحفظ الطعام بارد. هنا بتقول my name is دينا I'm a journalist أنا اسمي دينا بشتغل صحفية I talk to lots of people بتحدث مع كثير من الناس I use the computer to write بستخدم الكمبيوتر في الكتابة تالت حد معانا هنا اسمه بيقول My name is مجدة Mag... I am a seamstress خياطة I make clothes from كوتون فابريك بس با 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 بعمل هدوم من من نسيج القطن I use a sewing machine بستخدم مكنة الخياطة to make the clothes عشان ايه اعمل ايه ملابس اصنع الملابس هنا معانا قطعة reading تانية This is Sammy He is a farmer He grows wheat هو ده سامي مزارع بيزرع القمح بيجنيه هنا بتقول فارمر سامي يوزس a tractor تو cut فارمر سامي سامي المزارع بيستخدم الجرار عشان يقطع ايه القمح بيقطع القمح اللي بيجني القمح اللي ايه اللي كان بيزرعه طيب picture number three تاليا works in a factory تاليا بتعمل في المصنع she makes a floor from the wheat هي بتعمل بتعمل دقيق من القمح number four أمير is a baker أمير خباز he makes He makes bread from the floor بيعمل العيش أو الخبز من الدقيق Okay number five. Maryam is a mother Maryam أم um. She buys bread at the baker. بتشتري الخبز من الخباز Exercise on unit five of to work. L exercise. This is a computer. The picture دي معنا computer. Right This is a theme. Stress. Right She works in a factory هنا الصورة ايه؟ teacher wrong A farmer grows wheat right She is a teacher مدرسة wrong دي ايه؟ journalist هنا عاوزنا نعمل rearrange the following sentence نرتب الجمل هنبدأ طبعا ب عطينا I نبدأ بيها I طيب عندنا use a p to I a stove food طبعا هنا stove الجملة اللي احنا هنحفظها في الدرس اللي قريناها بنستخدم البوتجاز في ايه؟ I بعد I هنقول ايه؟ I use I use a stove بستخدم الستوف البوتجاز I use a stove ايه تو Heat up food. Okay, type. Make I clothes cotton from fabric. I هنبدأ بيها عطهلنا make make a make clothes clothes from a from cotton fabric Okay use keep cold to I average food بنستخدم ايه الثلاجه الجمله بتاعه الثلاجه I use uh, fridge الثلاجه fridge to eat uh, to keep food cold اوكي بريد شي ذا ات بايز بيكر بيكري شي اول حاجه أنا بتشتري هي بتشتري شي بايز بريد بتشتري الخبز بريد ايه ات ذا بيكري من المخبز supply the missing الكلمات الناقصة أول كلمة عندنا computer computer يبقى حرف ايه P sewing machine sewing machine ان استوف بين ستوف حرف ال V فريدج حرف ال e. D طبعا لو احنا حافظين الكلمات الكلام ده يبقى سهل جدا restaurant res fac factory fac c تتنطق ك ويت ام ويت ام تي student طالب student s t u d d حرف d اوكي underline the correct words in practice number one I am a chef أنا شيف I work in a الشيف بيشتغل فين؟ في الكيتشن أكيد يعني مش في المستشفى وأكيد مش في المصنع أوكي okay. I'm a seamstress I use الخياطة بتستخدم إيه؟ القمح الجرار ولا مكنة الخياطة سوينج ماشين أوكي فارمرز يوز الفارمرز بيستخدموا ايه؟ to cut ويت اكيد التراكتور اكيد ما بيستخدموش المزارعين الكمبيوتر واكيد ما بيستخدموش التلاجة في قطع القمح A baker makes bread from the ال baker makes bread العيش من ايه makes bread from ايه floor القمح اوكي A carpenter carpenter اللي هو ايه النجار makes ايه الجبنة cheese bread العيش ولا shares كراسي كراسي she is a journalist she talks to a lot of people هي صحفية بتكلم حيوانات كتير ولا قمح كتير ولا ناس كتير she makes clothes from cotton cotton ايه fabric نسيج القطن I use a to write بستخدم ايه في الكتابة التلاجة ولا الكمبيوتر ولا ماكينة الخياطة أكيد الكمبيوتر هنا look at the pictures and complete I work in a دي صورة ايه معانا صورة مصنع يعني ايه مصنع I work in a factory طب I use a to write بنستخدم ايه في الكتابة computer اوكي هنا Picture number three. I use air to heat up food. A stove. Put a gas. طب وهنا ايه food cold I use a to keep food cold fridge تلاجة اوكي هنا عندنا read and match journalist ايه الصورة اللي هنا اللي بتدينا صورة journalist لو احنا حافظين كلمة journalist ان هي صحفي هنعرف ان هي picture number ايه e. طيب تراكتور لو عارفين إن هو كلمة جرار هنعرف إن هي الصورة رقم نمبر سي، سيوينج ماشين نمبر بي، فاكتوري فاكتوري وير از فاكتوري؟ فين الصورة اللي بتدينا فاكتوري أي، فور، ويت، قلنا الصورة نمبر أي، ويت، ويت القمح رقم D 5 picture number uh, letter D copy the following sentence نخلي الولاد he works in a factory هو يعمل في المصنع ما تنسوش تعملوا لايك like, كومنت وشير للفيديو subscribe للقناة وتابعوني عشان يوصل لكم فيديو فيديوهات جديدة السلام عليكم